نروح لارض الملعب وسلا حامد ولقاءات ما بعد المباراه مع العلام الثاني. احنا عندنا اثنين عالميين، عندنا عبد الله عبد السلام وعملنا معاه لقاء، والعلام الثاني بقى واللي بنتفخر بيه الاسطوره الكبيره احمد صلاح. اتفضل يا سلام. مجيد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك يا كابتن هيثم، فوز غالي جدا طبعا، فوز يعني الماسترز طبعا بالسوبر المصري تاني مره على التوالي. وزي ما انت قلت عندنا اثنين عالمي معايا دلوقتي، عالمي التاني كابتن محمد احمد صلاح. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك يا عالمي، مباراه صعبه جدا لكن قدرتوا انتوا تشرفونا وفرحتونا يا كابتن النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده، كان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا بدايه السيزون، و جهاز جديد، لعيبه، في لعيبه كتيره كانت يعني كانت السنه اللي فاتت كانت مش اساسيه بقت اساسيه، فالموضوع مختلف تماما. لكن الحمد لله يعني بصراحه الفئه رجاله، قدرنا ننفذ التعليمات بتاعت المدرب على قد ما نقدر يعني، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين دي بدايه، ربنا كرمنا في اول بطوله ودي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، ان في توقف بعد كده 25 يوم للمنتخب، فدي كانت بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا قبل التوقف ده يكون في حاجه تفرحنا وتخلينا نستعد ان شاء الله للدوري والكاس وافريقيا باذن الله. باذن الله يا كابتن، بطوله غاليه جدا وانت طبعا ماسك الكاس. طبعا الكاس اكيد اكيد، ان فعلا بجد انت مش متخيله هي بطوله مهمه ازاي بالنسبه لنا كفرقه، كجمهور احمد صلاح جمهورنا اكيد ان هم يستحقوا احسن من كده بكتير، ان احنا قصرنا معاهم في السنه اللي فاتت واللي قبلها، لكن صدقوني والله انا يعني عايز اقول لهم ان فعلا ده غصب عننا، لكن ان شاء الله السنه دي هنقدر يعني هنعمل اقصى ما عندنا عشان خاطر نفرحكم، وباذن الله يكون سنه خير علينا ونقدر باذن الله ان احنا نكسب اربع بطولات، وده اتمناه باذن الله يعني. بطوله اهداء للحاضر والغائب كابتن عمرو فاروق رحمه الله عليه، يمكن طبعا الجمهور هتف له، بطوله طبعا اهداء ليه ولروحه يا كابتن احمد. يمكن طبعا كابتن عمرو فاروق كان دايما متواجد معاكم في كل البطولات، يمكن شفنا ده الموسم نفسي كمان، انا كمان بحبه شخصيا، كان في بيني وبينه علاقه جامده جدا بصراحه، الله يرحمه، ودي يعني دي اقل حاجه نقدر نعملها له، وان شاء الله اللي جاي كله باذن الله يكون هو جاي كله ليه باذن الله ان شاء الله. باذن الله. ميرسي جدا يا عالمي وبشكرك تاني ومبروك. شكرا يا سيدي، ربنا يخليك.